شباب تزوج وقررت أن يسافر إلى الحجاز، وسافر على الطائرة إلى جدة وجلس يومين في جدة وذهب إلى الطائف، استأجر سيارة ذهب إلى الطائف مع أهله. نعم، وجلس كذلك كم يوم بالطائف، وبعد ذلك خرج للسيل الكبير وأحرم، وأتى كان ناوي يعتمر بس بعد ما يتمشى. كان ناوي أنه يعتمر يأخذ عمره بس بعد أن يتمشى. وعلى كل حال هذا ينظر هل إن ذهابه هنا للعمرة أو يريد أن يتمشى. إذا كان الأول فلا بد أن يحرم من الميقات لا يتجاوزه، والطائرة كما تعلم إذا سافرت من القصيم ومن القصيم ولا من الرياض من القصيم، فالميقات ميقات أهل المدينة الحليفة. وأما إذا كان لا نيتها أنه يتمشى ويقول إن تيسر لي فأنا أتيت بالعمرة، فهنا لا بأس أن يتجاوز الميقات ويذهب إلى الطائف أو إلى الجنوب، وإذا رجع أحرم. هنا وإنه يعتمر مش ويعتمر. إيه على كل حال إن احتاط وذبح فدية في مكة هو لزوجته واحدة وله واحدة توزع على الفقراء فهذا طيب، براء للذمة. نعم، وإن لم يفعل فإن كان عاجزا فلا حرج.